مش راح نحبوا الحريه، دونك كل واحد عنده شو نتاعو، كل واحد ينجم يعبر على رايه. ما نخافش منهم خاطر عبادنا كيف كيف كيفهم. كي تسمع سلفي يحكي ولا يقول لك انا سلفي، وكي تحكي معاه يقول لك كي تسمعوا كوا، تقول لي ما فماش علاش في حد باش يخاف. علاش نخاف؟ ما انا نخاف من حد شيء، ترى الامور واضحه عادي ما فما حتى اشكاليه. علاش انا باش نخاف منهم؟ لا هو ارهابي، لا هو تيروريست، لا هو لا هو مجرم، لا هو هذيك اموره، ومش كل واحد بلحيته ولابس قميص راه سلفي. الطيار يمكن ينجم يكون يخوف التوانسه الكل اليوم، هو الطيار اللي يعتمد في العنف كمنهج لبسط جمله من الافكار والاراء على بقيه افراد الشعب التونسي. ما نخافش من السلفيه، ريزون بسيط. لا احنا بقيه التوانسه كان هما 50,000، احنا نجيو معناها 9 ملايين و 950,000. علاش باش نخاف منهم؟ علاش باش نخاف منهم؟ فما ناس كيما نقولوا فاهم السلفيه بالغلط، حتى من الملتزمين هما بيدهم يعني. فما ناس مثلا يتجهوا للعنف، يتجهوا الامور كيما هكا كذا، هذوما ناس غالطين يعني، ما همش من السلفيه اصلا، لكن هما مساكن فاهمين بالغلط. وعلاش تخاف منهم؟ حتى لهم يحرقوا ويدمروا ويعملوا برشا حاجات تخوف، يقتلوا في العباد. شويه مش برشا. كثرة قلت البركة السلفية. شيء ما عملوا في البيت زادوا خمس جرام. لا فما ناس تخوف وفما ناس ما تخوفهمش. بالنسبة لي أنا السلفيين الكل ما همش كيما يحكيوا عليهم. خاطر فما برشا عباد تعمل في برشا حكايات وتقيد فيها على السلفية. لا خويا ما نخافش منهم. بصفتنا مسلمين معنا علاش باش نخافوا منهم؟ علاش تخاف منهم؟ وعلاش علاش تخاف منهم السلفية علاش؟ بون انا ما نخافش، فما عباد قاعدين تخوف فينا. منجموش نحكم على عباد من البريجوجي. فما عباد سلفي باهي، فما سلفي خايف. بون مش خايف منهم، فما في كل حاجه فما الباهي والخايف. جوست معناها خايف من لا فيولونس. اون فيت سا ديبون دي فوا اي دي فوا سا مي في فريمون بور، دوت فوا جي تروف نورمو كو سا ديبون دي كا. انا ما خافش من السلفيه، ما جيمري بيان اللي يكونوا هما على روحهم ونحن على روحنا، شكا سافي وكاها. والله بعد 14 جانفي ما عاد تونسي ما عاد يخاف من حتى شيء، لا السلفيه ولا غير السلفيه. السلفيه لا فورسيمون، ماهمش كلهم يخافوا، فيهم اللي يصليوا على روحهم، فما كل كلفيه هذوكم الكل. اي بون انا بيرسونيلمون سا في با بير. بيان سور يخوفوني خاطر ما تنجمش تتنبا برياكسيون نجمو يعملوها هما كونسيرنون انت تصرفاتك ولا لبستك ولا اللي هو معناها. خوف كامل الرب. ما خافش من العباد ما تخوفنيش ككلمه، ما كظاهره اجتماعيه تخوفني بيان سور. ما خافوا حتى من حزب لا من سلفيه لا من اسلاميين، لان البلاد هذه تعيش فيها الناس الكل. لازمنا نحترموا الناس الكل ونطلبوا من الناس باش يحترمونا وكذا.